السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. لو لسه الأول مرة تشوف القناة ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس، ولو من حبايبي ومتابعين الجداد ما تنسيش اللايك. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم يا رب، ويعودها علينا وعلى الأمة الإسلامية بألف خير. تعالي نشوف النهاردة هنعمل ايه كده مع بعض. اول حاجة هنحضرها مع بعض هي الشربات او القطر. هنحط كوبايتين من السكر، اول كوباية معانا، تاني كوباية، عليهم كوباية مية، وهنقلب المكونات بتاعتنا كويس خالص لحد ما حبيبات السكر تبدأ تدوب معايا. هاخدها واحطها على النار اهو بالشكل دوت كده. هبدأ دلوقتي اجلب على طول على طول لحد ما السكر يدوب معايا تماما. بدأ اهو يسخن معايا زي ما انتوا شايفين، اهو بالشكل دوت كده بدأ كمان يغلي. هجلبه كده كويس. بعد ما يغلب 5 دقايق بالشكل ده كده، هو يبقى زي كده زي ما انتوا شايفين معايا. هبدأ دلوقتي اعصر عليه نقطتين بس من الليمون. الليمون ده بيساعد الشربات بتاعه ان هو ما يسكرش مني. هجلبه كده تجلبتين وهروح اطفى عليه على طول. اهي يا حبايبي خلاص الشربات كده جهز معايا. هبدأ دلوقتي احضر معاك الجلاش. انا استخدمت النوع ده من الجلاش. معايا هنا 3 معالق من الزبدة، عليهم نص كوباية من الزيت. علشان الجلاش بتاعي يكون طري وفي نفس الوقت مقرمش لازم احط زيت وزبدة مع بعض. معايا هنا المكسرات بتاعتي فول وجوز الهند. هجلبهم كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. وهبدأ دلوقتي افتح لفة الجلاش معاكو اهو بالشكل ده كده. هركنه كده على جنب. انا سيحت الزبدة والزيت مع بعض زي ما انتوا شايفين، وكمان جهزت الحشوة بتاعتي. هاخد كده ورقة من الجلاش وهفرطها معاكم بالشكل ده كده. هبدأ كده ادهن الجلاش بتاعي بالمادة الدهنية بتاعتي اهو بالشكل ده كده. هدهنه بالشكل ده كويس خالص. واخد الحشوة بتاعتي اهو بالشكل ده كده، حاجة بسيطة. هحط تاني طبقة من الجلاش وهظبطها بالشكل ده كده. لازم تكون معايا متساوي عشان تطلع مظبوطة. وهبدأ برضه ادهنها بالمادة الدهنية بتاعتي بالشكل ده كده. هحط الطبقة التالتة وبرضه هسويها زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو هرجع ادهنها كده بالسمنة زي ما انتوا شايفين علشان تكون معايا مورجة.
واحط كده شويه من المكسرات بتاعتي، وهبدا الفها بالشكل ده كده، وهبدا برضو ادهن، الف كده هوا وارجع ادهنها اهو زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي. كل ما اطبقها طبقه ادهنها عشان تكون معايا ممرجه وحلوه. يا ريت تستخدم الفرشه افضل عشان ما تهدريش كميه السمنه اللي انتوا شايفينها معايا دي. انا الفرشه بتاعتي كانت موجوده على الرخامه، بس البركه في ولادي مش بيخلوا حاجه مكانها. خلاص كده يا حبايبي انا جهزتها معاكم، هجيب السكينه بتاعتي وهقطعها كده من على الطرف، وهبدا دلوقتي اقطعها معاكم بالقطاعه دي زي ما انتم شايفين. لو مش متوفر عندكم ممكن تقطعوا بالكوبايه عادي. هنعملها كده على شكل هلال زي ما انتم شايفين، بصوا شكلها عامل ازاي. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعودها علينا وعليكم بألف خير ان شاء الله. خلاص كده يا حبيبي انا قطعتها، هبدأ ادهن الصينية بتاعتي كده هو بالزبدة، وهرص فيها اول طبقة من الجلاش. شكله بجد تحفة، وان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا، هتعمل معكم كمية كبيرة حوالي 52 قطعة، موفرة واقتصادية وفي نفس الوقت حاجة كده حلوة نحلي بيها. هتشرفك على فكرة في العزومات، لان بجد شكلها بيبقى جميل جدا اهو بالشكل ده كده يا حبيبي. هظبطها واوريها لكم، بصوا شكلها عامل ازاي بجد تحفة. هنعمل طبقة تاني من الجلاش بس بطريقة تاني. هبدأ دلوقتي اجيب اول طبقة وادهنها معاكم بالشكل ده كده، وهنرش حبة من المكسرات. طبعا المكسرات دي اختيار، اي حاجة حبة تحشي بيها احشي بيها عادي خالص. انا حبيت احط فول واحط جوز هند وسكر، هيخلي طعمها طبعا جميل. حطيت الطبقة التانية من الجلاش ودهنتها كده بالزبدة زي ما انتوا شايفين، ورجعت رشيت عليها شوية من المكسرات. هحط الطبقة التالتة وهبدأ اعملها برضو بنفس الطريقة، ادهنها زبدة واحط حبة من المكسرات، حبة كمان تعمليها بنفس الشكل وتكون سادة زي ما تحبي. هسويها كده زي ما انتوا شايفين، وهبدا ادهنها بالشكل ده كده. وهنحط كمان حبه من المكسرات، وهبدا الفها معاكم بالشكل ده اهو بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. هدهنها دلوقتي يا حبايبي، هلفها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا. بقت معايا بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. هنقطعها كده من على الطرف، نحش الجزء اللي هو مش مظبوط، وهبدا اقطعها معاكم بالشكل ده كده بالسكينه عادي. هتبقى معايا بالشكل ده كده، وهحطها في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده هو. بجد حاجة كده تحفة، اتمنى تجربوها هتعجبكم وهتشرفكم بإذن الله في العزومات. هنعمل الشكل الثالث والاخير، هبدأ دلوقتي ادهنها معاكم بالشكل ده اول طبقة. هنعمل الشكل الاخير، هجيب قطعة كده من الجلاش وهبدأ ادهنها معاكم، وهرش عليها كده حبة من المكسرات، وهجيب عصاية الشيش طاووق وهبدأ ألف عليها بالشكل ده كده.
واضمها كده على بعض، هتبقى معايا كده على شكل الوردة اهو بالشكل ده كده، سهلة خالص. هعمل جزء منها سادة وجزء بالمكسرات. بصوا يا حبايبي سهلة معايا ازاي، ندهنها كده وهنضيف حبة المكسرات الباقية من عندنا، هنضيف باقي المكسرات بتاعتنا وهبدأ ألفها بالشكل ده كده وبرمها زي ما انتوا شايفين معايا كده، هو ضمها على بعض هتبقى معايا بالشكل ده كده. خلاص هبدأ ادهن الوش كده اهو عشان تكون معايا مورجة وطرية وحلوة. بصوا ده الشكل النهائي ليها، هدخلها دلوقتي الفرن وبعد كده هنشوفها. خلاص كده يا حبايبي بعد ما طلعت ده شكلها النهائي، بصوا شكلها تحفة ازاي، وبجد معايا مورجة ورقة ورقة، بجد هتعجبكم جدا، اتمنى تجربوها تشرفكم في العزومات. هسقيها كده بالشربات على طول وهو سخن، الشربات لازم يكون سخن وهي تكون سخنة معايا علشان تشرب معايا كويس وتديك نتيجة كويسة خالص. بس شكلها بجد تحفة، هبدأ كده زينها، زينيها بأي مكسرات عندك. بصوا يا حبايبي شكلها عامل ازاي، بجد تحفة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ليكم مشاهدة طيبة ممتعة، واشوفكم على خير في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.